بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات، انطلاقة الشوط الثامن الخاص بفئة القعدان الثنيان المهجنات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات، كما نذكر بانطلاقة الفترة المسائية بإذن الله تعالى في تمام الساعة 2 من ظهيرة هذا اليوم، وهي الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. أسير مباشرة إلى تحديات وانطلاق هذا الشوط، بداية على المركز الأول مع شاهين خالد بن محمد بن عوض الاكتبي، من يقدم لنا شاهين على مستوى المركز الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني المراكز، يتعرف هنالك على الأسماء القادمة والمنطلقة، يتواجد برزان راشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي، من يقدم لنا برزان على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد الوحش لسيد هادي بن سالم، أم هنالك ضبيان لسيد مبارك بن راشد بن سالم الساعدي، وصل على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع الطائر لسيد مبخوت بن مبارك العامري على المركز الرابع، وخامس التحديات نصيبان لسيد ناصر بن حمد بن محمد العفاري، من وصل هنا على مستوى المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، نتابع هنالك على سادس التحديات من يعلن حضوره وانطلاقه في هذه اللحظات. سادس التحديات الغالي لسيد بندر بن وجب بن بندر العتيبي، يتواجد هنا على سادس المراكز بينما سبع التحديات. هنالك شاهين حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري يتقدم على مستوى المركز السابع وثامن. التحديات الماهر لسيد جمعه بن علي ال رحمه الدرمكي، تاسع التحديات. هنالك سراب محمد بن سعيد بن محمد ال مطوع الخيارين بقياده المضمر محمد بن ناصر بن شافي القحطاني، يتواجد هنا على المركز التاسع وعاشر. التحديات ملهم سلمان بن سعد بن سلمان الدوسري، يصل في هذه اللحظات على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى الانطلاق والاندفاع الأول، وهنالك من يسيطر على صدارة الشوط، يتواجد شاهين للسيد خالد بن محمد بن عوض الاكتبي، بدأ ينفرد بالصدارة وينفرد بمقدمة الشوط ويعلن هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المميز والجميل. المركز الثاني هنالك برزان لسيد راشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي، يتواجد على مستوى ثاني التحديات. المركز الثالث هنالك الوحش لسيد هادي بن سالم، هادي بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، وصل على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات هنالك الغالي لسيد بندر بن وجب بن بندر المغيري العتيبي، يتواصل هنا على المركز الرابع. وخامس التحديات ضبيان للسيد مبارك بن راشد بن سالم الساعدي، من يحتل المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى، ننتقل مباشرة إلى سادس التحديات، وهنالك وتابع نصيبان لسيد ناصر بن حمد بن محمد العفاري، بينما المركز السابع في هذه اللحظات هنالك يتواجد الماهر جمعة بن علي الرحمة الدرمكي. المركز الثامن هنالك شاهين حمد بن سعيد بن صالح الغفراني المري، بينما تاسع التحديات هنالك الأسماء المتواجدة والتي تعلن حضورها وانطلاقها. سراب للسيد محمد بن سعيد بن محمد المطوع الخيارين المركز العاشر. ختام هذه الجولة مع براق عويضة بن سهيل بن حمد العامري، يحتل المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة المراكز الأولى، وندائنا الثاني لمسيرة هذا الشوط. أتابع هنالك الانفراد والانطلاق والانفراد المميز على صدارة الشوط منذ بداية هذا الشوط، وهنالك شاهين بدأ
بالانفراد المميز والانطلاق الجميل نحو ذلك الناموس المميز مع شاهين خالد بن محمد بن عوض الاكتبي متواجد على الصدارة وعلى المركز الأول هنالك بدون أي منافس ولا منازع على صدارة الشوط منفرد بالمركز الأول وصدارة هذا الشوط المركز الثاني. أتابع هنالك الأسماء القادمة التي تتابع انطلاق شاهين ملك سيد خالد بن محمد بن عوض الاكتبي أتابع هنا المركز الثاني وصل شعار الربيعي هادي بن علي بن سالم الربيعي المنصوري يقدم لنا الوحش على المركز الثاني. المركز الثالث هنالك برزان راشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمية تواجد هنا على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم الغالي بندر بن وجب بن بندر المغير العتيبي يتواجد هنا على مستوى رابع التحديات. وخامس المراكز هنالك نصيبان ناصر بن حمد بن محمد العفاري مع انطلاق نصيبان على مستوى المركز الخامس. وسادس التحديات يتواجد سراب محمد بن سعيد بن محمد آل مطوع الخيارين بدأ يتقدم هذا الشعار المميز والجميل بينما المركز السادس أو المركز السابع هنالك ظبيان مبارك بن راشد بن سالم الساعد يحتل المركز السابع. وثامن التحديات من الجانب الأيمن وصل شاهين ومرحبا بشاهين أول نداء لشاهين يتواجد بشعار رشيد بن هادي آل عباس يتقدم الآن على مستوى المركز الثامن. وتاسع التحديات الماهر جمعة بن علي الأرحمة الدرمكي بين معاشر التحديات براج لسيد عويضة بن سهيل بن حمد العامري يتواجد على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام لعشرات المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى مقدمة الشوط وإلى شاهين. إلى شاهين وإلى الصدارة والانطلاق الأول خالد بن محمد بن عوض الاكتبي المسيطر على مقدمة الشوط المسيطر على هذه الانطلاقة وعلى هذه الاندفاع المميزة هنا مع جسر العبور وجسر التحديات. وأول العابرين شاهين لسيد خالد بن محمد بن عوض الاكتبي بينما المركز الثاني ثاني التحديات برزان راشد بن مطلق بن سلمان المرزوقي البقمي أبناء الطائف يتواجدون هنا على مستوى المركز الثاني. أبناء المملكة العربية السعودية ينتظرون هذا الناموس المميز يا البقمي يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث يتواجد الغالي بندر بن وجب بن بندر المغيري العتيبي أبناء العاصمة أبناء نجد أيضا يتواجدون هنا على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد نصيبان ناصر بن حمد بن محمد العفاري على مستوى المركز الخامس. اكتفي بهذه الاسماء اكتفي بالخمسة المراكز الاولى واعود الى مقدمة الشوط. اعود الى شاهين لسيد خالد بن محمد بن عوض الاكتبي واثنين كيلو متر ما تفصلنا عن خط النهاية ما تفصلنا عن الناموس وشاهين هو المسيطر على المركز الاول. خالد بن محمد بن عوض الاكتبي متواجد هنالك على مقدمة الشوط المركز الثاني ثاني التحديات. وصل في هذه اللحظات وانطلق برزان راشد بن مطلق بن سلمان المرزوق القمي يقدم لنا برزان على المركز الثاني. المركز الثالث الوحش هادي بن علي بن سالم الربيع المنصوري. المركز الرابع براق عويضة بن سهيل بن حمد العامري بينما خامس المراكز يتواجد هنالك الماهر جمعة بن علي بن رحمة الدرمكي. يا سلام يتقدم الآن الله على هذه الأسماء وعلى هذه الشعارات المميزة. نعود إلى مقدمة الشوط. شاهين لا زال محلقا في سماء الوثبة في سماء الإبداع في سماء التميز. شوطين الثامن للجعدان الثنايا المهجنات الأصايل. شاهين مسيطر منذ البداية. خالد بن محمد بن عوض الاكتبي
مسيطر على المركز الأول والانطلاق الأول مع السلالة الشاهينية التي فرضت نفسها في كل زمان ومكان. المركز الثاني هنالك شعار البقمي مع برزان راشد المطلق بن سلمان المرزوقي البقمي، ولكن الربيعي بدأ يتقدم الآن. هادي بن علي بن سالم الربيعي المنصوري يقدم لنا الوحش ويعود هنا مع هذا الانطلاق الجميل. نعود لحضراتكم إلى مقدمة الشوط. شاهين الجماعة قادمون، الأسماء قادمة، الشعارات قادمة، وشاهين على المركز الأول. خالد بن محمد العوض الاكتب يا سلام يا سلام، وصل الوحش، يتقدم الوحش. هادي بن علي بن سالم الربيع المنصوري بدأ يقترب من هذا الناموس المميز، وهنالك البقمي يحاول مع برزان راشد المطلق بن سلمان البقمي، وأيضا الوصول من سراب لسيد محمد بن سعيد بن محمد آل مطوع. الخيارين الله شاهين على المركز الأول، شاهين على مقدمة الشوط. خالد بن محمد العوض الاكتبي، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، شعار الربيعي وشعار الخيارين قادم، ولكن شاهين هنا على المركز الأول. خالد بن محمد العوض الاكتبي، وصل الخيارين، تقدم الخيارين مع انطلاق سراب محمد بن سعيد بن محمد آل مطوع. الخيارين منطقة الثيل، منطقة النواميس، لمن هذا الفوز والانتصار؟ الله الله، غير شعار الخيارين في اللحظات الأخيرة، في اللحظات الخطيرة. سراب محمد بن سعيد بن محمد آل مطوع الخيارين ثانيا، وصل شاهين. خالد بن محمد العوض الاكتبي المركز الثالث، الوحش هادي بن علي بن سالم الربيع المنصوري المركز الرابع، برزان راشد بن مطلق بن سلمان المرزوق البقمي المركز الخامس، نصيبه الناصر بن حمد بن محمد العفاري. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس، 13 دقيقة 17 ثانية، جزئين من الثانية هو توقيت شعار الخيارين مع سراب محمد بن سعيد بن محمد آل مطوع الخيارين. المركز الثاني 13 دقيقة 17 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل شاهين. خالد بن محمد العوض الاكتبي المركز الثالث، الوحش هادي بن علي بن سالم الربيع المنصوري 13 دقيقة 17 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. التحية تتجدد متابعين الكرام، مستمعين الأفاضل.